يشهد العالم حالة من القلق الشديد بعد انتشار وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في جميع أنحائه. في هذا الصدد نشرت شانون إبراهيم محررة الشؤون الخارجية في مجموعة الاندبندنت الإعلامية في جنوب أفريقيا مقالا قالت فيه إن الصين خلال جهودها لمكافحة فيروس كورونا الجديد لم تحمي شعبها فحسب، بل كشفت عن صورة الدولة الكبرى المسؤولة أيضا. وأعربت إبراهيم عن امتنانها العميق الصين لتشاركها لخبراتها مع إفريقيا ومساعدة الدول الإفريقية ودعمها في مكافحة هذا الوباء. لقد قامت الصين بالكثير لمساعدة القارة الأفريقية في جهود السيطرة على تفشي وباء كوفيد-19، وهذا أمر رائع ونحن ممتنون للغاية لذلك. وبالنسبة لبلادنا، اشترى الصينيون في جنوب أفريقيا معدات إنتاج أقنعة الوجه وقد وصلت بالفعل، وبذلك يمكن إنتاج 150 ألف قناع يوميا. شكرا للجهود الكبيرة التي يبذلها الصينيون المقيمون في جنوب أفريقيا.